هذا الشارع بوسط مدينة تيسمسيلت يقع مقهى الشباب كابا، أحد أعرق المقاهي بالمدينة، والذي يعود تاريخه إلى خمسينيات القرن الماضي، حيث كان نقطة التقاء للفصل في مختلف القضايا المهمة. بديت من 54 راهم يقولوا فيها تحق، أنا ما نعقلهاش من 54، يقولوا هنا قهوة مليحة رانا نجوا ليها، والناس مليح فيها يصدقونا، عندك تشرب ما عندكش تشرب. مقهى شعبي فيه ملتقى الأحباب، يعني اللي يجي يحوس على حبيبه ولا صديقه ولا يسيبوه في المقهى هنايا. معروفة هذه قديمة، هذه نتاع الأخضر كابا مقدمة مصورة، اللي يبغي يزوج يجي هنا ويتفاهموا في القهوة هذه. موران جا الناس متجابزين، وين يرانجو بين الناس. أنا بكري كانت تقريبا دار الشرع ما كانش بزاف، كان الناس يترانجو ياسر. رغم تعاقب الأجيال ما زال شكل المقهى كما كان في الماضي، ولعل أبرز ما يميزه هو الطريقة التقليدية في تحضير القهوة والشاي التي تعطي نكهة مميزة لدى الزبائن. حاجة تقليدية، ترنا خدام أنا أخويا هنايا قابضين عن شيباني، ومثلنا في عادة بكري وتقاليد، فهمت، نخدموا لاتاي نخدموا قهوة. الحاجة اللي تميز القهوة تاعنا قهوة صفايا، فهمت، أيوا نخدموا صفايا نخدموا لاتاي نخدموا عادي. بالرغم من بساطة هذا المقهى، إلا أنه يبقى جزءا من تاريخ المدينة، فقد كان بالأمس منبرا لالتقاء الأحبة، ومازال اليوم كذلك.